علينا الصيف ما خدمناش اوتوماتيكمون راح تزيد تاليمونتي دوطر كومي اللي هما قال استفادت ولاية قالمة من عملية لربط 9 بلديات من هذا المشروع الذي تم الانطلاق به على مستوى ولاية الطارف، وذلك في إطار مشروع يعني عملاق استراتيجي. ولاية قالمة استفادت من شطر مهم يتمثل في 4 حصص مس 9 بلديات. اليوم احنا بصدد إعطاء إشارة الانطلاق لهذا المشروع الذي يسمح لنا بإذن الله بتوفير حصة 40,000 متر مكعب يوميا لصالحته البلديات.